أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التسويق الزراعي. النهاردة هنكمل في حلقتنا تحليل الاستراتيجيات التسويقية. هنبدأ في أول تحليل في حلقتنا، وهو تحليل استراتيجية التسويق العام. استراتيجية التسويق العام، وهناخد مثال على كده على استراتيجية التسويق العام. الشركة أو المصنع أو المزرعة بتقوم بوضع مزيج تسويقي واحد فقط بيلائم كل احتياجات الرجال والنساء داخل السوق. ده مثال على استراتيجية التسويق العام. الصورة اللي تحت بتوضح شكل تحليلي لاستراتيجية التسويق العام. نروح للاستراتيجية التانية، وهي استراتيجية التمييز. ومثال على كده ان الشركة بتقدم مزيج تسويقي بيلائم الرجال، او مزيج تسويقي اخر بيلائم النساء، يعني بتعمل مزيج خاص بالرجال ومزيج تسويقي خاص بالنساء. والشكل اللي تحت ده بيوضح نوعين من المزيج التسويقي، واحد بيلائم الرجال والتاني بيلائم النساء. ده بنقول عليه استراتيجية التمييز. الاستراتيجية الثالثة وهي استراتيجية التركيز، ومثال على كده ان الشركة بتقدم مزيج تسويقي بيلائم الرجال فقط ولا يلائم النساء. والشكل اللي تحت ده بيوضح هذا النوع من المزيج او استراتيجية التركيز. نروح بقى لجزء تاني في حلقتنا، وهو تحليل النوافذ التسويقية. تحليل النوافذ التسويقية، وده الهدف منه بنحدد أنسب أو أفضل الشهور اللي المنتج أو المصدر بيصل فيها إلى الأسواق، سواء كانت محلية أو دولية، وبيحصل على أعلى الأرباح أو عوائد مجزية بتمكنه من الاستمرار في الإنتاج أو التصدير في المستقبل. ده المقصود او الهدف من تحليل النوافذ التسويقية. نروح لجزء اخر مهم اوي، هو تحليل الهوامش التسويقية. وده بيعني دراسة تكاليف العمليات التسويقية المختلفة، وده بالتالي بيعرفني على القصور او العجز وازاي اعالجه او احسن اداء العمليات التسويقية بتقليل الفروق او التكاليف التسويقية، وبالتالي احسن من كفاءة التسويق او كفاءة العملية التسويقية. نروح بقى لازاي احسب الهوامش التسويقية او الهامش التسويق. انا عندي نوعين من الهوامش التسويقية. اول نوع بنقول عليه الهامش التسويق المطلق، وده عبارة عن السعر اللي بيدفعه المستهلك ناقص السعر اللي بيحصل عليه المنتج. يبقى الهامش التسويق المطلق عبارة عن السعر اللي بيدفعه المستهلك ناقص السعر اللي بيحصل عليه المنتج. طيب عندي النوع التاني اللي هو الهامش التسويق النسبي، وده بيساوي الهامش التسويق المطلق على سعر المستهلك في 100. في ايه ده بنقول عليه الهامش التسويقي النسبي. الحاجة اللي بعد كده عايز اعرف نصيب المنتج من سعر المستهلك او السعر النهائي، وده بنعرفه من المعادلة اللي هنقولها، اللي هو المعادلة بتقول ان نصيب المنتج من السعر النهائي بيساوي سعر المنتج على سعر المستهلك او السعر النهائي في 100. طيب نصيب الوسيط بقى من السعر النهائي بيساوي الهامش التسويقي المطلق على سعر المستهلك في 100.
نروح بقى لمثال نحل عليه مسألة عشان نقدر نحسب الهوامش التسويقية. يقول لو اشترى تاجر كمية من الطماطم بسعر، اشترى بسعر 200 قرش للكيلو من أحد المنتجين، يبقى هنا سعر المنتجين هنا 150 قرش، 150 قرش، ثم باعها للمستهلكين بسعر 250 قرش، يبقى السعر النهائي هنا 250 قرش، هنخليه 200 قرش. فما هي الهوامش التسويقية؟ نقول بقى معلش تاني مثال تاني، لو اشترى تاجر كمية من الطماطم بسعر 150 قرش، نخليها 150 قرش للكيلو من أحد المنتجين، ثم باعها للمستهلكين بسعر 200 قرش للكيلو. فما هي الهوامش التسويقية؟ واحسب الهوامش التسويقية، يبقى أنا هحسب هنا الهامش التسويقي المطلق والهامش التسويقي النسبي. طيب الهامش التسويقي المطلق هو عبارة عن إيه؟ سعر المستهلك اللي هو بيدفعه ناقص سعر المنتج اللي هو بيحصل عليه. طيب احنا قلنا هنا سعر المستهلك هنا احنا هنخليه 200 قرش ناقص سعر المنتج اللي هو كام؟ 150. يبقى الهامش التسويق المطلق هنا كام؟ 50 قرش. طيب نحسب بقى الهامش التسويق النسبي عبارة عن ايه؟ الهامش التسويق المطلق على سعر المستهلك في 100. طيب انا عندي الهامش التسويق المطلق كام؟ 50 على سعر المستهلك، قلنا هنخليه كام؟ 200 قرش في 100، يبقى الهامش التسويق النسبي كام؟ 25%. طيب عايزين نحسب بقى نصيب المنتج من سعر المستهلك ونصيب الوسيط من سعر المستهلك. نصيب المنتج من السعر النهائي او سعر المستهلك بيساوي سعر المنتج على سعر المستهلك في 100. في ايه؟ 100. طيب سعر المنتج احنا قلنا كام؟ 150 قرش، على سعر المستهلك كام؟ 200 قرش في 100، يبقى نصيب المنتج كام؟ 75% من سعر النهائي او سعر المستهلك. نصيب الوسيط بقى من السعر النهائي بيساوي سعر الهامش التسويقي المطلق على سعر المستهلك في 100. في ايه؟ 100. انا عندي الهامش التسويقي اللي هو 50 على سعر المستهلك اللي هو 200 في 100، يبقى نصيب الوسيط هنا كام؟ 25%. نروح بقى لآخر فقرة في حلقتنا، وهو ايه الهدف من دراسة الهامش التسويقي او الهوامش التسويقية. اول حاجة بقارن تكاليف الانتاج بالتكاليف التسويقية. تاني هدف استطيع اوزع الهوامش التسويقية على الوسطاء. الهدف التالت اقدر ارسم خطة او سياسة تسويقية للشركة بتاعتي. اربعة، والهدف رقم اربعة، احسن من كفاءة العملية التسويقية او السلسلة التسويقية. نروح للجزء الاخير اللي هو الميزات او المميزات اللي بتديها الجمعيات التعاونية للمنتجين. اول ميزة بتضمن تصريف المنتجات بتاعتي. الميزة التانية بحصل على سعر حقيقي للمنتجات خالي من ارباح الوسطاء. الميزة التالتة بقلل الفاقد في الانتاج لما بخزن البضاعة بتاعتي في حالة عدم البيع. الميزة رقم اربعة بقلل من ارباح الوسطاء والتخلص من العمولات الزائدة. الميزة الخامسة بقلل قيمة التكاليف التسويقية نتيجة تخلص من العمولات. الميزة رقم ستة بعمل تأمين للجمعية التعاونية، بتقدم تأمين أو ضمانات للمنتجين ضد المخاطر أو الكوارث. طيب إيه بقى الميزات اللي بتعطيها الجمعية التعاونية للحكومة؟ أول حاجة بتحقق الأهداف التصديرية من خلال توفير الكميات اللازمة للتصدير. تاني حاجة بتوفر احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات المختلفة. بتحصل على الأموال المستحقة على المزارعين نتيجة القروض الزراعية، يعني بتحصل القروض من المزارعين.
أيضا من خلالها بقدر أوفر بيانات لازمة لاتخاذ القرارات المناسبة. بكده بنختم حلقتنا وبنشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.